السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده فيديو مميز جدا، فيديو بقى الناس اللي عمالة تشتكي من قلة الوزن، الناس اللي عمالة تشتكي طيور معدتها منفوخة، عندها اسهال، عندها كساحة، عندها. تابع الفيديو بتاعي للنهاية وبإذن الله نحل القصة دي مع بعض. ايه بقى يا بنتي يا بطه اللي هتعمليها؟ بس قبل ما اقول لكم، اللي ما اشتركش في قناتي يشترك وتشجعوني ان شاء الله. طبعا زي ما انتوا عارفين ان الاسعار مش رخيصه، واحنا عايزين نحط لطيورنا الحاجه بطاقه اتنين. طب بس المهم في الاول العيش، انا مش بنقعه في ميه، انا بص العيش ده بيبقى ناشف جدا 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 حطب، فانا بعمل ايه؟ بطريه بس في الميه وبعدين اكمل الوصفه بتاعتي. ايه بقى يا بت يا وصفه يا بطه يا بطه الوصفه اللي عايزه تعمليها؟ طبعا العلف المنبت، العلف المنبت ده مش علف يا اختي، ده قمح. ما هو ده احلى من العلف، ده اتنقط الكيلو يضرب معاك 2 كيلو 3 كيلو، ولا تشتري برسيم ولا تشتري خضره ولا تشتري حاجه تنبتي الحاجه في بيتك. اللي عايز يعرف الطريقه هنعملها الايام الجايه مع بعض، وتاكلي وتكبري تشيل برخص الطريق. العلف المنبت، القمح المنبت، بصوا بقى ده حاجه، انتوا بصوا اكلتي خضره واكلتي قمح واكلتي فيتامينات، بدل ما تروحي يا اختي تشتري خضره، نعمل احنا في بيتنا بقى وناكل طيورنا اهي. بصي بقى، ولا تشتري ولا حاجه، الطاقه اتنين. الحاجه المنبته دي بتوفر عليكي علف وشيشه وقمح، ليه بقى؟ لانها بتضرب الطاقه اتنين والطاقه تلاته، وفي نفس الوقت ان انتوا عارفين ان الحاجه الخضراء الطيور كلها بتحبها جدا، لما بالك انت بقى ما تغذي بقى يا بنت يا بطه سورك على كده. انا بقى بقيت اعمل العلف المنبت عندي في البيت، والحمد لله وفرت في التكلفه، ولا اشتري بقى بقدونس ولا كزبره ولا خضره. طب ما انا جايبه يا بنت الحاجه طبيعه اهو. عايزه اقول لك ان الوصفه دي هايله، القمح المنبت والفوائد الكبيره بتاعته، وطبعا انتوا في غنى عن ان اقول لكم يعني ايه فايده القمح والحاجات دي كلها، مغذيه جدا للطيور، والطيور هتاكلها وتتبسط، والطيور بتحب الحاجه المنبته والحاجه الخضراء، لان خلي بالكم الحاجه الخضراء دي مفيده جدا 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 للطيور. هنعمل الطريقه الايام الجايه مع بعض، هطلع بقى الحاجات عشان انا بعملها عندي في المطبخ، فاعملها لكم في مكان واسع عشان الدنيا عندي تحت ضيقه، واوريكم بقى بالترتيب كده ازاي اوصل للعلف المنبت. الحاجه انا بسميه علف ليه يا جماعه؟ هو شعير وقمح، طبعا العلف ما بينبتش، بس انا بسميه علف ليه؟ لان الوصفه دي اقوى 500 مره ما انت تاكلي علف، فهماني؟ دي اقوى. طيب اللي انا عايزه اقوله لكم النهارده ايه بقى؟ وداعا للانتفاخ، وداعا لوجع البطن، وجع المعده، وجع الطيور عندها كساح، الطيور عندها غازات، الطيور ما اعرفش ايه، حاجات كتيره قوي احنا بنعاني منها. عايزه اقول لكم ان كل حاجه باذن الله سهله. طبعا زي ما احنا متفقين ان انا بحب الاعشاب، بحب اعمل الكمون جدا، الكمون مشروب هايل 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 جدا للطيور بتاعتك. في ناس بقى بتحب تاخد ده تدي ادويه، انا برضو ما عنديش مشكله، بس لو الطيور عندها انتفاخ، عندها غازات، لو عملت الجنزبيل تحفه تحفه، هتدعيلي. عملت مشروب الكمون اكتر، لكن لو انت بقى حابه يا ستي وانا مش هزعلك تاخدي ادويه. بس العبوا العبوا العبوا، ما هو اللي بيشبع بقى بيلعب. قرصين يا جماعه من ده، القرصين دول قرصين فلاجين، طبعا ما في بيت عندنا الا ما عنده الفلاجين، لان احنا بنستخدمه لنفسينا مطهر معوي. يبقى الطير عنده غازات، عنده انتفاخ، انت مش عايزه تحطي اعشاب، حطي مطهر معوي، حطي الفلاجين. طبعا الفلاجين لا يعلى عليه. هتجيبي القرصين وتدوبيهم يا بنتي يا بطه في الميه، وتقومي مشربها للطيور بتاعتك. عندها انتفاخ، عندها غازات، عندها بقى وجع في بطنها، جنبها واجعها، معرفش ايه، وفي نفس الوقت انه برضه مغذي.
ايه رأيك يا بنتي يا بطاطا؟ ايه رأيك في الوصفة بتاعتنا النهاردة؟ علف بقى منبت اللي هو القمح. النهاردة كنت عاملة القمح، عايزة اقول لكم طريقته سهلة جدا جدا جدا، بس لازم تعملي كميات عندك. زائد بقى انك لو تعرفي فوائد القمح المنبت والشعير المنبت والفول المنبت دي، بصي ضربة عصفورين بحجر. يعني ايه؟ يعني انت بتحطي الكيلو يضرب معاكي 3 كيلو. بتحطي القمح، بتحطي الشعير او اي حاجة، بتقوم منبتة تطلع لك خضرة وتطلع لك حاجات رائعة. شوف الفيديو بتاعي دوت، هعمل لكم فيديوهات الايام الجاية كلها عن الاعلاف المنبتة، هتعجبي جدا وهتوفري فيها كتير. زائد الحبتين دولت، ده مفيد جدا جدا جدا، يعالج لك اي حاجه في معده الطير، هيريحه، هياكل. على فكره اصل في مشكله، الطير لو معدته فيها انتفاخ عارف ان هو مش هياكل، مش هيتحرك زي ما انت شايفه كده، هيبقى مهم زي ما احنا بطننا وهي وجعانه تلاقينا مهمدين ومش عارفين. نفس القصه معده الطير لو منفوخه دي ضرر كبير جدا ليهم. فعايز اقولك ان القرصين دولت هيريحهم. لو عملتي الكمون مفيد جدا 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 وهيريح معده الطير جدا، ومفيد للكبد والكليه. لو عملتي الجنزبيل دي حاجه بقى من الاخر، وحاجه اخر دلع. اتمنى بقى ان انتوا يعجبكم الفيديو بتاعي، وتشتركوا في قناتي وتشجعوني ان شاء الله. واشوفكم في رعايه الله وامنه والسلام. عليكم ورحمه الله وبركاته.